يلي بقصده انت لأيمتى بدك تضل مضرب عن الزواج؟ يعني لا تأخذني بهالكلمة، انت كبرت كتير بالعمر، يعني ختيرت، وانا خايف عليك تكسد وما تلاقي بنت الحلال اللي ترضى فيك وتقعد بالبيت مثل العانس البايرة. يا سيدي بالناقص، يعني فكرك كتير منتف خدودي على هالشغلة. بعدين انت ليش حامل همي كل هالقد؟ ولك يا خليل انا عم بحكي من شان مصلحتك، من شان تتجوز وتنضب. انضب؟ شو شايفني فلتان بالشوارع؟ مو هذا القصد، بس الزواج له منافع كتيرة. هلأ ما بدي افهم ليش بدك تورطني؟ يعني ضروري اذا تورطت انت اتورط مثلك؟ اصلا لا غرابة في الموضوع، هيك طبعكم انتم عشر متجوزين، بتغاروا من العزابية وحريتهم الزايدة وحياتهم الهنية. اما انتم يا حرام، اذا بدكم تطلعوا مشوار مع رفيقكم بتوقفوا مثل التلميذ المهذب قدام نسوانكم. روحي بتسمحي لي روح مشوار مع رفيقي؟ ما بطول والله، ما بطول، بكره فنجان القهوه وبنحكي كلمتين وبيجي رتيد على البيت. بتقوم هي بتنفلت مثل الاباوي، لا حبيبي لا، ما في لا روحه ولا جايه، ما احلاك والله قاعد عم تتكركر مع رفيقك وتاركني وحدي بين اربع حيطان، عود ما في طلعه، سعرك بسعري. هلا هيك النسوان بتعمل مع رجاله؟ طبعا، ليش رفيقنا ماجد مو هيك مرته بتعمل معه؟ ايه بجوز، بس مو معناتها هالشي انه كل النسوان هيك. رح اعطيك مثل، انا مرتي. ولك حبيبي هلا انت شو بدك مني؟ فهمني، قل لي بالمختصر حتى جاوبها. انا بدي منك تتجوز وتستقر وتبني اسره. يعني كانك عم تقلي بدي منك تتخوزق وتتشنطط وتتاسف على الساعه اللي فتت فيها على القفص. سامع؟ على القفص، الناس سموا الجواز قفص. ايه صحيح، بس اسمه قفص ذهبي. ان شاء الله يكون ذهبي ولا الماسي ولا بلاتيني، اسمه قفص. يعني شو بتفرق مع السجين اذا كانت الكلبشات بايديه ورجليه مصنوعه من الفضه ولا من النحاس ولا من الحديد؟ او شو بتفرق مع المتهم اذا المخابرات عم ترفعه فلقه باجود انواع الخيزرانات؟ لك هلا انت ليش عم تشعب الموضوع؟ خلينا بقصه الزواج ولا تتهرب من المسؤوليه، خليك رجال. ولو يا ناصح، انا سيد رجال، بس ما بعرف، بالاضافه لكل ما ذكرت ما في شيء عم يعبي مخي، منوب منوب منوب. هلا كل هالبنات يلي حولنا وحوالينا ما في ولا وحدة عبت مخك؟ ايش بدي اسوي؟ هذا هو الواقع. طيب ممكن تقلي شو هالمواصفات الاستثنائية يلي طالبها ببنت الحلال وما عم بتلاقيها؟ ما في لا مواصفات استثنائية ولا شيء، بس التيب يلي عم دور عليه ما عم لاقيه هون، ما عم بجتمع فيه ولا بشكل. كيف يعني؟ لك يا حبيبي، مثل ما بتعرف انت، انا درست ببلاد برا بأوروبا وقضيت هنيك أكثر من 10 سنين، وما بخفيك إنه أفكاري تطورت وصارت غربية، يعني تعودت على الحرية، على الصراحة، على الانفتاح، على التفكير العلمي، على السلوك المنطقي. وللأسف كل البنات والنسوان يلي عم نشوفها هون عبارة عن بؤر من التخلف وكتل متحركة من الجهل والسذاجة والسطحية. أي لا، مو لهالدرجة أنت التاني، هلا كل بنات البلد هيك؟ مو الكل، أكيد مو الكل، أنا عم بحكي عن النماذج اللي شفتها وتعاملت معها. أما البنات الأجنبيات لك تسلم لي عينهم تسلم، أكره عليهم الكذب واللوفكة وروح قلبهم الصراحة والاستقامة والحرية والأمانة. ولك صادقين صادقين، حتى ولو الصدق بده يوقعهم بورطات بيصدقوا. طالما أفكارك متطرفة لهالدرجة، ليش ما تجوزت وحدة أجنبية؟ إيه أنا بعرف، أصلاً هي أكبر غلطة ارتكبتها بحياتي. إيه الله يرحم أيامك يا باولا ويوجه لك الخير يا حبيبتي. مين هاي باولا؟ بنت تعرفت عليها هنيك. بس شو بنت يا ناصر، بتاخد ضمانات العقل، لك مكملة مكملة من جميعه. الله وكيلك، حبينا بعضنا أكثر من 3 سنين ونحن مثل السمنة على العسل، ولما جينا نتجوز أهلي هون طار صوابهم وعندوا وما كانوا يقبلوا الفكرة ولا بشكل. وأبي الله يرحمه ترابه قفعت معه فرت تقفيعه وقال لي قسما بالله يا خليل، إذا بتجيب معك وحدة فرنجية لا أنت ابني ولا أنا بعرفك. قلت له بابا بس باولا بتختلف عن ال... قال لي بلا باولا بلا ضراب السخن، وسبب. أي والله سبب، سبب لباولا، قال لي ضربة تمصح رقبتها مصر. طيب يعني إذا ما زبطت زواجتك من باولا ضروري تضرب عن الزواج إلى الأبد؟ أنا مالي مضرب عن الزواج، بس لاقيلي وحدة مثل باولا لحتى أتجوزها فورا. يا سيدي موجودة. شو هالحكي؟
عن جد عم تحكي يا ناصح؟ وحياتك عن جد. ومين وهي بقى؟ كونداليزا. ومين وهي كونداليزا؟ ليكون كونداليزا رايس. لك مين جاب سيرة كونداليزا رايس؟ أنا عم بحكي عن كونداليزا اللي بتشتغل مستشارة عنا بالدائرة الفنية. إيه صحيح، لمحتها مرتين ثلاثة، بس ما في معرفة بيني وبينها. يا سيدي هي حفر وتنزيل إلك، لأنه أولا أجنبية وأمريكية، يعني ستايل غربي 100%، وصار لها 5 سنين بالبلد، يعني تعودت على مجتمعنا وتأقلمت معه، وما بتصور إطلاقا تعذبك بشي. والله الفكرة معقولة يا ناصح؟ لك شلون ما خطرت على بالي؟ لا وغير هي البنت ما بها شيها، يعني حلوة على هوا ما لاحظت، وبتصور والله أعلم إنه هالنماذج هي تشتغل معي. تشتغل. بس يا ترى هي تقبل فيني يا ترى؟ وليش لحتى ما تقبل؟ أنت تروك الشغلة علي وما علي. أصلاً هي حابة تتجوز واحد منهم. كونداليزا هيك قالت لك؟ إيه نعم. طيب شو السبب؟ ليش بدها تتجوز واحد شرقي؟ لك أخي هي بنت مثقفة وعقلها كبير كتير، والأجانب تفكيرهم غير تفكيرنا. هيك يمكن بدها تتجوز واحد شرقي؟ لأنه نحن فجعانين نسوان مو هيك؟ لك لا، بس هي بدها تتجوز واحد شرقي من شان التقاء الشرق مع الغرب وتدعيم حوار الحضارات. شايف شايف؟ شايف على هالأفكار العظيمة يا ناصح؟ ولك أجنبية هي حبيبي، أجنبية مو شرقية. هات إيدك والحقني. هاي العقلية اللي عم دور عليها أنا وما كنت لاقيها. هاي بقى إيدي بزنارك يا ناصح، إيدي على رأسك. شفت لي شي وحدة من بلدنا بتحكي بحوار الحضارات أو بتنادي بالعولمة؟ بالعكس كلهم أخذين الشغلة هيلمة. لك هو في كتير، بس أنت ما عم تشوف.